يذهب البال في الصحافة الأردنية على البلان اللي وقع بين عموته ونجم الأردن حمزة دردور لهداف التاريخ المنتخب. كيفاش البلان؟ بعد هدف التعادل اللي ماركت الأردن على العراق في الدقائق الأخيرة في دور 16 من كأس آسيا، عموته شد لاعب الأردن وخصم عليه بسبب أنهم شي يحتفل قدام الدكة ديال العراق باش يستفزهم، والسيد انفعل ودفع أحد المساعدين ديال عموته المغاربة واسترفق واحد آخر، هادشي اللي خلى الحكم يطردو ديك الساعة. عموته ما عطلوش حتى هو وقصاه من قائمة المنتخب، ولكن هادشي ماشي أول مرة، وإنما كانوا بيناتهم صداعات قبل هادشي. حمزة الدردور حس براسو حيت كيتعتبر نجم المنتخب الأول والهداف التاريخي ديالو، ولكن عموته ما كيعرفش هادشي. عندك في رجلك غادي تلعب، ما عندكش غادي تبرد في البونتوش، عندك غتاكل ما عندكش ما تساكلش.